السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة فود كورت. النهاردة فيديو جديد وفيديو من الفيديوهات اللي احنا بنحبها. هنعمل ريفيو النهاردة إن شاء الله عن منتج من منتجات باس أند بودي ووركس. باس أند بودي ووركس هو براند مشهور غني عن التعريف، في منتجات كتير جدا ليه اللي هي بيست سيلر، وكتير جدا جربوها وقالوا رأيهم فيها. أنا حبيت إن أنا أجرب بعض المنتجات المشهورة قوي منها، وهديكم ريفيو إن شاء الله في كل فيديو عن منتج من المنتجات دي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ريفيو عن نوع من أنواع البودي ميست. طبعا البودي ميست هو من الحاجات اللي بتستخدم غير البرفيم، يعني بتستخدم دايركت عادي على الجسم، ما فيش منها اي ضرر، لكن البرفيم طبعا ما ينفعش ان احنا نرش مباشره على الجلد. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن منتج اسمه داليا. هو ليه اسمه داليا؟ هو بيحتوي على او يعني فيه من العطر الاساسي اللي هو فيه حاجات اللي هي بنسميها بتلات داليا، اللي هو نوع من انواع النباتات او الورود اسمها الداليا. هو ريحته مميزة جدا، هو بيتميز ان هو ريحته اقرب ما يكون للبرفيوم، يعني غير البادي ميست التانية اللي تحس انها شوية على الفروت اللي هي الفواكه. لا، هو ده يعتبر عطر، يعني عطر بس بادي ميست، يعني يعتبر برفيوم بس في نفس الوقت هو بادي ميست ينفع نرشه على جسمنا. هو بيحتوي على العطور اللي هي بتلات داليا دي، اللي هي الورد اللي هو اسمه داليا، وبيحتوي كمان على كمثرى، وبيحتوي على المكسرات، يعني ريحة برضو ليها علاقة بالمكسرات، وكمان بيحتوي على حلوى اسمها حلوى البرالين. دي المكونات اللي مكتوبة على العبوة نفسها او حتى في السايت بتاع باس اند بودي ووركس. انا هتكلم على انطباعي عنه، يعني هو من الحاجات المميزة، تحسي اقرب للبرفيوم. غير كده بتحسي انها شوية هي ريحتها ورد، يعني الريحة نفسها ورد بس ورد مميز، يعني الريحة نفسها مميزة، مش الريحة اللي تحسي لا ريحة الورد الاوفر اللي يخنق، لا هي ريحتها حلوة قوي بصراحة. طبعا احنا عارفين ان باث اند بودي ووركس هي من المنتجات اللي هي يو اس اي، يعني هي متصنعة في امريكا. الكمية بتاعة المنتج نفسه كبيرة، يعني بتقعد معاكي كتير، هو في حدود 236 ملي. طبعا من المميز فيها ان انتي بترشي شوية صغيرين بتحسي ان الريحة بتفضل الثبات بتاعها عالي قوي معانا. فانا رايي بصراحه في البادي ميست اللي هو داليا ده من الحاجات المميزه، من الروائح المميزه اللي انا جربتها. ريحه الورد اللي فيه حلوه قوي ولطيفه جدا، في نفس الوقت ممكن تستخدميه مثلا بالليل، يعني في وقت تكون مثلا مميز بالنسبه لك، في سهره معينه لو انت متزوجه طبعا بالليل عايزه تحطي حاجه كده ريحتها مميزه، هو من الحاجات اللي تنفع معاكي قوي. مش عايز بالنهار قوي، هو عايز اكتر بالليل. طبعا انا اي ريفيو بقوله عن اي برفيوم، طبعا احنا عارفين ان البرفيوم ما ينفعش ان احنا نخرج بيه، فاحنا هنستخدمه لا اما لو انتي بنوته كده وحابه ان انتي دايما تبقى ريحتك حلوه وانتي في البيت ترشي منها، او لو طبعا متزوجه وحابه ان انتي يعني كنوع من الزينه لزوجك او كده تستخدمي طبعا البرفيوم. وهو نوع من انواع البودي ميست اللي تحسيها ريحتها انثويه ودافيه كده، وفي نفس الوقت جريئه، يعني اللي هو مش هاديه قوي، لا تعتبر وسط، يعني لا اوفر قوي ولا في نفس الوقت تكون هاديه قوي، يعني في النص. فهو من الحاجات او من التجارب اللي انا جربتها بصراحه بيرفم حلو، الكميه بتاعته بتقعد كتير، يعني انا استخدمت منه كتير وفي نفس الوقت لا استهلكت يعتبر كميه صغيره قوي منه مع اني استخدمته كتير. فيعتبر باس اند بودي وركس من المنتجات المميزه اللي لو انت حابه تجربيها انا بنصحك ان انت تجربيها. بتختاري طبعا الافضل ليكي ان انت تروحي الشوب نفسه المحل، وان انت تشمي الروائح وتشوفي ايه الريحه اللي انت ميلتي ليها اكتر او اللي انت بتفضليها اكتر، بعد كده تقدري تشتريها حتى اونلاين، لان هم عندهم عروض مميزه جدا في الاونلاين، بتنزل احيانا تشتري واحده وعليها واحده كمان، او ممكن تشتري اتنين وتاخدي واحده على حسب الاوفر اللي بيبقى نازل. فانصحكم بشده ان انتوا ان شاء الله تجربوا منتجات عامه باس اند بودي ووركس. واخر حاجه، لو عجبكم الفيديو والريفيو النهارده ان شاء الله ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، وتدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديو احنا بننزله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.